لما ننظر للمبادرة يا ريت ما ننظرش فقط من منطلق أناني بحت، يعني بمعنى إيه؟ إيه اللي ممكن نستفيد منه في إطار العلاقة الصينية المصرية فقط؟ وأعتقد إنه ده كلام بيصب في ما ذكره السيد الوزير، الفايدة ممكن إنها تعود عليا إنما في إطار مشروعات إقليمية، يعني مثلا بالنسبة لمشروعات إقليمية بتضم السودان وإثيوبيا ومصر. الكثير من كتب التراث العربي والإسلامي والتراث المصري هيلاقي إن كان في معرفة دقيقة وفي تأثير كبير لطريق الحرير القديم. والحقيقة جزء من المحاضرة القيمة استمتعنا بها اللي ألقاها الدكتور عصام، إنه في كل ما يقوله وفي كل حديثه أن مصر حاضرة دائما. ده مجرد شكل توضيحي إنه مصر طبعا لها دور مهم زي ما قلت لكم، وخصوصا محور قناة السويس. دي المسألة بقى معلش الناس المهمين قبل كده، دي فرقة موسيقى كويس، أشخاص مختلفين، آلات مختلفة، خلفيات مختلفة، ومع هذا الاختلاف بتطلع قطعة موسيقية جميلة منهم كلهم.